سورة المنافقون من أول آية 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هم هنا تعود على عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين الذي قال ذلك في غزوة بني المصطلق بسبب ما حدث بين المهاجري والأنصاري على سقي البهائم والجيش، فقال لأتباعه أو يقصد أهل المدينة: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، يعني على المهاجرين. والحقيقة أنهم لم يكونوا ينفقوا عليه الحقيقة، لكنه ادعاء باطل. فالمهاجرون كانوا يتاجرون، وكان كثير منهم يخدم في أرض الأنصار، وأنهم كثير منهم جاءهم بعد ذلك من إجلاء بني النضير وغيرهم كثير من الأراضي والأموال، فلم يكونوا ينفقوا عليه، ولكن هذا الدعاء باطل على عادة المنافقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي ينفضوا من المدينة فيتركوها ويعودوا إلى بلاده. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وكأن الله يقول هم ينفقون من خزائني وليس من خزائنكم أيها المنافقون. يعني هو رزق الله الذي أغنى به العباد عن بعضهم البعض. يلا يا سيدي. وقالوا أيضا، وهو القائل واحد إلا أنه أيده المنافقون، فبقى كأن الذي أيد كأنما قال: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ولما وصلوا إلى قرب المدينة وقف عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وكان صحابي جليل، وقف ومنع أباه وقال: والله لا تدخل حتى تعلم من الأعز ومن الأزل، ومنعه من الدخول. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال له: قول له إذن لأبيك أن يدخل. فأذن له، وكان حال النبي العفو والصفح. يبقى عبد الله بن أبي بن سلول كان ابنه اسمه عبد الله برضه، صحابي جليل، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وقف ضد أبيه ومنعه من دخول المدينة حتى يأذن له رسول الله ليعلم من هو الأعز ومن هو الأزل، لأن العزة لله وأعطاها لرسوله، واستمد المؤمنون عزتهم باتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. تفضل يا سيدي. كده ينتهي الربع في المصحف المدني، ونبدأ ربع جديد في المصحف المدني. ده مكان انتهاء الربع، لكن في المصحف الكوفي ينتهي الربع عند قوله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. يلا يا سيدي. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
ثم جاء النداء بعد ذلك للمؤمنين ألا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم، يعني لا تشغلكم أموالكم والتجارة فيها ولا الأولاد والمصالح الخاصة عن ذكر الله، يعني الصلاة وطاعة الله. ذكر الله هو الصلاة وطاعة الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون في الآخرة. طبعا ورشح يقول يا أيها، ويمد ست الذين آمنوا فيها ثلاثة البدل، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ويمد ست حركات لا تلهكم أموالكم ومن يفعل ذلك فأولئك، يمد ست برضه هم الخاسرون، والراء تبقى رقيقة عند ورش وفخمة عند الباقي. أما ابن كثير المكي وكذا أبو جعفر المدني وقالون بخلف عنه يصل ميم الجمع، فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. تفضل يا سيدي. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. نعم. وأنفقوا مما رزقناكم، أي فيما أوجب الله عليه النفقة واستحب، لأن في نفقة واجبة ونفقة مستحب. النفقة الواجبة النفقة على من تعول وعلى نفسك، وكذلك الزكاة الفريضة، أما ما سوى ذلك فهي المستحب، فعليك أن تنفق من مالك الواجب والمستحب قبل أن يأتيك الموت. فإذا فاجأك الموت تجد نفسك لم تنفق، فتقول وأنت على فراش الموت وتندم لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، وهيهات أن تؤخر النفس عن موتها. وأكن من الصالحين، أبو عمرو يقراها إيه؟ وأكون من الصالحين، أبو عمرو البصري. فأصدق وأكون من الصالحين، ده قراءة أبو عمرو. أما باقي القراء فأصدق، الصدق يعني أتصدق، يبقى أصدق يعني أتصدق، فلما حذفت التاء شددنا الصد فبقت أصدق، لكن أصلها أتصدق، حذفنا التاء وشددنا الصاد فبقت أصدق. وأكن من الصالحين يعني ما تأخرش نفسك في حياتك وشغلك في حياتك عن طاعة مولاك وعن الصدقات وعن النفقة الواجبة والمستحبة حتى يأتيك الموت وتندم وتلاقي نفسك ما عملتش حاجة، إنما أول بأول أنفق، أول بأول أنفق، أنفق عليك. تفضل يا سيدي. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقالون يحذف الهمزة الأولى ويقول إذا جاء أجلها، إذا جاء أجلها يحذف الهمزة الأولى، وورش يعمل ايه؟ اذا جاء اجلها يسهل التانية. والله خبير بما تعملون، والراء تبقى رقيقة عند ورش. ولن يؤخر الله، يؤخر الله خبير، تبقى الراء في يؤخر رقيقة عند ورش، وايضا في راء خبير تبقى رقيقة عند ورش. بما يعملون، وشعبة يقراها بالتاء، شعبة عن عاصم يقراها بما تعملون،
يبقى لو انت حافظها بقراءة بما يعملون والإمام قالها في الصلاة بما تعملون لا تردوا، لأنها قراءة صحيحة، فدي مهمة حتى لا تعتدي على الإمام بلا داعي. ممكن الإمام قالها بما تعملون، يمكن هو قايلها ناسيها، هو حافظها يعملون فقال تعملون، فنسيان وافق قرآن صحيح، خلاص ما تردش. واضح؟ وبالتالي معرفتك ببعض القراءات مهمة، وإلا قد تعتدي على الإمام في الصلاة وإيه؟ وتستفتح عليه فيما لا يستفتح. فالإنسان لازم ياخد باله من هذا، وتبقى في الحالة دي صلاتك مكروهة، فتفقد التضعيف. يعني لما تعتدي على الإمام بهذه الصورة هتحصل إيه؟ عملت مكروه، واللي يعمل مكروه في صلاة الجماعة عقوبته إيه؟ مفيش تضعيف، تبقى بثواب واحد، لكن صلاة الجماعة مع الأدب 27 ضعف. فهمت بقى إزاي؟ فالواحد ياخد باله أن يبتعد عن أي فعل مكروه عندما يكون مأموما حتى يأخذ الثواب الأعلى، وإلا صلي في بيتك أحسن بقى. فهمت؟ بدل ما تعمل مشاكل. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكري الغافلون.